الرسم لغة بلا كلمات، لغة كائنات. حين تغيب الكلمات نحن نتكلم عن أحد المبدعين الرسامين الذين أهدتهم الحياة موهبة الإبداع، هو وليد 1994. خلقت فيه موهبة الإبداع منذ الصغر، لم يقم بدراسة الرسم أو التكوين فيه ويعتبره شغف، وقام بتطوير مهاراته فيه. حالياً يقوم برسم البورتري والكاريكاتير والرسوم الكارتونية بالأقلام الجافة وأقلام الرصاص والفحم والألوان الخشبية والمائية والشمعية ومواد الطلاء. معاذ متحصل على عدة شهادات في الرسم، منها شهادة تقدير مقدمة من طرف المديرية الفرعية للأنشطة العلمية الثقافية الرياضية لجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدا، شهادة تقدير وعرفان مقدمة من طرف نادي فكر للمشاركة في معرض الرسم، شهادة شرفية مقدمة من طرف مدير الإقامة الجامعية بمناسبة يوم الشهيد، المرتبة الثانية في مسابقة أحسن رسم بمناسبة الاحتفال بيوم العلم.